هنا البنات دابا اش نقول فيها حنان، بغينا نشوفوا واش قبل ما نقطع، يعني هي التجربه راه دارتها في الباترون، هي راه صوبات الباترون وقيسات داكشي جا اكزاكت. حنا دابا غنجربوا هذه المساله كيفاش نديري في الكم ديالي قبل ما نقطع اللبسه. غادي نخلي الكمام طويل، غالبا كنشدوا الكتاف بحال هكذا وكنتم غادي، انا غادي نحط لكم حتى انا قلبتهم كاع درت الطويره لتحت وغادي نخدم. مثلا شديناهم هكذا وتتم جاي فاش نكون تنعبر ما نجبدش لا هذا لا هذا، كنتبع غير التوب كنحطو ونعقده وهكذا وهكذا حتى كتشوف في الوسط. على سبيل المثال كاين بعض المرات اللي تقدر توقع لك واحد المساله، غادي نحطهم انا هكذا وغادي نشد التقويره ديال التركيز، ها هي راه كنديرها بالكفه باش تبان، وغادي نقيس فاش نكون تنخدم وكنقاد. ردوا البال ردوا البال ردوا البال، هاني ولات الشيطه عندي جوج سنتيم، لانه فاش بقيت تنقلت تنجر الثوب باش يتكافى ليا. في نفس الوقت غنعطيك معلومه، راه هنا الكتف كتمشي فيه واحد سنتيم والكم ما كتمشيش فيه سنتيم في الكتف، يعني حتى الا عبرتي ونقصتي واحد سنتيم من الكم من الكتف راه تقدري تمشي بها. انا دائما راه كنخلي هذاك السنتيم وكنقلب على عباري اكزاكت. غادي ندير دابا هكذا وهكذا ورا غادي يجيني ناقص بسنتيم، ها انتوما دابا ولا ناقص حيت خرجت هذاك الكتف بالسنتيم. الحاجه اللي كتوقع في الكم وهي اللي خايب لي شويه قبل ما كتقطعي، انا غنحط هذا في السبوره ولقيت انني نيت فعلا كاع هاد المسائل هاني طبقتهم، ولكن خدمت وجيت ودرت هكذا غادي نحطو باش يجيني قبل ما قطعت. خاصني واحد جوج خاصني ثلاثه راه ما فيها باس، انزيدها ونعاود نتراسي في الكم. حاجه اخرى ردي البال لهاد العمق ديال الكم، الا كنت خدام في واحد لاطاي اللي خصني نهبط ليها فيه بعمق ديال 15 راه خصني نهبط ليها بعمق تاع 15، الا كانوا عندي الكتاف زايدين يعني طايحين او لا عندي التركيز اكبر في هذيك الحاله، يعني داكشي اللي عندي في عمق التركيز هو اللي خصني ندير في هذاك العمق. الزياده اللي زدتها في طيحه هذا الكتاف نقصها من العمق ديال الكم. مثلا عندي الكتاف 20 وخدمت انا ب 25، السيده كتلبس 20 ودرت ليها 25 في الكتاف زايده في الكتف 5 سنتيم وعندها 30 في الصدر، يعني هذا العمق خصني ندير لها 15، غادي نقص 5 سنتيم اللي زدت انا في الكتف غنخدم لها 10. وما غننساش لانه الا طيحنا الكتف اشنو كيوقع، راه حتى هذيك البلاصه هذا الفارق الا كانت 20 غيكون بحال ما هو غيعطينا هذا الفارق كبير ما بين هنا لهنا، غتولي الدوره كبيره. ويلا زدت 5 سنتيم كيولي هذا الفارق صغير، يعني حتى في الكم تاع الجلابه ولا القفطانه ولا الجاكيطه ولا الموطو ولا اللي خدام فيه، الا حفرت هذه غتجيني مع هذاك التركيز اللي درناه كتف عاديا، ولكن الا نقصت من الكتف الا زدت في الكتف تاع الجلابه خصني نقص من العمق. دونك حتى هذه راه تايره كتصغر من طبيعه الحال. الحاله الوحيده اللي نقدر نقول لكم هو انه لو اننا عطيني شي فكره الفيزيكي عندنا حتى واحد الحاجه اللي كتخص تجيب لك الكم يقدر يجيك ناقص على التركيز ديال الجلابه ولا ديال القفطان. شتي هاد الدوره هادي ملي كنسطرو هاد المثلث هاد الدياغونال وحسبتيه سنتيم درتها بعيني ميزاني اولا درت سنتيم وشويه ولا سنتيم قل شويه، ما خدمتش بديك السنتيم ونص وما ضبطتش. ردوا البال هاني حطيتها هكذا، هادي حتى هي نحسب 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 بالسنتيم لانه راه باقي في كبدايه راه باقي ما كنتقولش نحط العبار بعيني، يعني كمبتدئه خصك تحسبيها بالسنتيم ديالك وتراسي. حتى هاد التقويره دابا الا نعتبروا اننا مشينا بهذه اون بوانتيه، هذه هي اللي قلنا فيها سنتيم ونص ودرنا هذه هكذا، غادي نديرهم هكا مصغرين ورا نفس العرض هادكم هو هذا تقريبا، غنعبرهم قدامكم شي سنتيم. عفوا خديجه هذه الا حسبتها هذه المنقطه والحساب بالسنتيم تيكون ديما السنتيم واقف، غندير ليه بحال ما ها ونتبع هذاك التنقيط وغنتبعو 28 ياك، وغادي نحسب هذا اللي درناه فيه 1.5 وغادي نتبعو هكدا واقف السنتيم وغادي نشوفو الفرق شحال غادي يعطينا. 30 وشويكوك 30 و 3 مليمتر و 30.5، يعني راه حتى ديك التقويره الا ما تضبطاتش راه كتخلق مشكل. نزيد دابا نعطيكم اننا قطعنا هاد الكمامات قطعناه
وعاد كنعبروا كنلقاو بانه راه عندنا اشكال. باقي عندي جوج الحلول. الاول كنجي كنهبط هنايا بواحد جوج حتى ثلاثه سنتيم، نقدر نهبط بها في الكم ونعاود نسطر خط ولو في الفراغ ونعاود نقاد عليه تقوير. هذه المعالجة المشكل اللي خرج لي، هادشي لا قطعت، نعاود إعادة الصالة، نعاود نقيسو مع الجلابة، باقي عندي الإشكال، نعتبر يعني دابا بغيت نجيب دوك الإحتمالات الصعيبة اللي ما كيداوهمش، جينا الجلابة ديالنا ولا قميجنا ولا عبايتنا، لقيناها حتى هي باقي عندي فيها داك الإشكال، غنشد الطرف ديال القدام، مثلا هو هذا الأمام ولا الخلف. ونعاود نطيح من الكتف واحد السنتيم، ولكن نجيبو أزيرو مع العلق، سنتيم ما تفوتيش، ونديرها حتى في الأمام، نقولو باقي عندنا حنا المشاكل، قيسنا ونلقاو المشاكل، يعني قبل كاع ما تقطعي قيسي نتيا بالسنتيم ديالك ولا بالكم ديالك، لقيتي هذا المشكل، شديها لا الخلف خليه هو هذا، وعطيني الأمام أنا، الخلف غنخليه، ونشد الأمام، هادو راه غير طرق علاجية. ونشد الامام ونطيح منه كامل، نجي لجهه العنق ونطيح واحد سنتيم ونص حتى لجوج عندك فيها الحق، وطيحيها كامله هاك، نزلي بها جوج هنا وجوج هنا وراقيها بالمسطار، ولكن مادام نقصتيها من هنا راه تهزات لك من العنق، يعني حتى العنق حتى هو نعاود نقادو عليه. بطبيعة الحال غتقولي لي والطول غادي تنقص، غنقول لك الطول راه عندك فيه على الأقل 4 سنتيم ديال العطفة، يعني راه تقدري دابا راه تنقصات لك هي سنتيم في الطول تاع الجلابة، إلا جينا حسابا رياضيات وقا نقصنا جوج من القدام، ولكن اللور راه غيتزاد لعند القدام، غتولي ناقصك هي سنتيم في الطول، دونك ديك الربعة اللي درتيها كفافة نتيا، دخلي فيها هي جوج سنتيم ولا ثلاثة سنتيم راه كفات، سلام عليكم.